السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع بيجاية اللي نقف على الأشغال تاع الخط السكك الحديدية اللي يربط مدينة بيجاية وميناء بيجاية بالطريق السكك الحديدية الشمالي على مستوى بلدية بني منصور وعلى امتداد حوالي 90 كيلومتر. إذن واللي هذا الخط يعرف حركة ووتيرة تاع إنجاز جد معتبرة، وكذلك فيه عدة منشآت فنية وزوج أنفاق بطول إجمالي حوالي 4 كيلومترات، وفيه 8 محطات للمسافرين إذن وللبضائع. إذن هذا هو حالة الأشغال حسب الصور هذه اللي عندنا. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.